نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وبين لعبد الله بن عمر أنه يكفيه في إدراك فضيلة الصيام أن يصوم في الشهر 3 أيام، وهذا ندب لكل من أراد أن يكتب له صيام العام كله أن يحرص على صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، سواء كانت في الأيام البيض أو في غيرها.